سلام البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم جيت نهضركم على موضوع الاكتئاب. فوالا الاكتئاب لا ديبريسيون. مولفا حكيت لكم كم مره على لا ديبريسيون، ولكن هذه المره راح نهضر لكم على لا ديبريسيون لي انا عايشتها اكتويلمون. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis une personne dépressive. Voilà, je n'aime pas parler de ce sujet parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment j'ai appris que je suis dépressive? Comment j'ai appris que je suis dépressive? Ou si les choses que je fais dans le jour, qui peuvent me sortir un peu de la dépression, ou que je respire et je fais semblant d'être bien. Comment j'ai appris قدرت نلبس قناع قدام الناس. والمهم ريغاردي بيان لا فيديو باسكو راح تهم الكثيرين الكثيرين الكثيرين. راح نهضروا على من اخطر الامراض النفسيه اللي هي لا ديبريسيون، الاكتئاب الحاد. كما يقولها الجاوري وامري لله عز وجل. هذه هي جيت نظركم على حاجه انا نعاني منها منذ اكثر من 10 سنوات. نعاني من اكتئاب حاد جدا جدا جدا، وتعلمت حاجه في الدنيا هذه. تعلمت اني انا عايشه بقناع، تعلمت نعيش بقناع باش ما نديرونجيش مون انتوراج، بور نو با لو ديرونجي، باش نقدر نزرع السعاده في وجوه الناس. ميم سي دي فوا شوي مالادغوات، ميم سي دي فوا ما نديرش الحوايج كيما يلزم يندارو ايتو في بعض الاحيان، ولكن يعني ماشي قصدي ناذي اي انسان ولا انا، بالعكس انا نحاول قدر المستطاع اني نزرع الفرحه في وجوه المحيط تاعي. مي دي فوا الاكتئاب تاعي في بعض الاحيان يبخون لو دوسو، اي ابري يشوفوا بلي جو سوي بيرسون تري 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 ستريسي تري. فوالا الاكتئاب كيفاش بداني معانا عن حالتي. يعني انا راني نهضر معاك، نهضر معاك اختي وخويا، نهضر معاكم وانتم كل واحد دركا فوزالي فو كونسونتري تكونسونتري روحكم معايا. وكي نهضر مانيش نهضر على نفسي، نهضر عليك وعليك وعليك. دير روحك بلك هذا الصوت اللي راني نهضر فيه راه صوتك الداخلي. اذا كنت فعلا تعاني من الاكتئاب فوالا، ماشي صحاب الديكوطاج، راني مديكوتينا هذيك ولا علاقه، نهضرك على الاكتئاب. الاكتئاب سرطان الروح، كاين سرطان البدن ينبش 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 حتى يديك، كاين سرطان الروح اللي هو الاكتئاب ينبش 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 حتى يديك. بسكو كاين الامراض الجسديه والبدنيه، وكاين الامراض النفسيه، والنفسيه تقتل كما البدن نفس الشيء. انا عن حالي قلت لكم كي راني نهضر، يعني نهضر عليك وعليك وعليك وعليك، بصح كل واحد كيفاش يتخيلها بطريقته الخاصه. اوكي هذا سي ان بتي جو بسيكولوجيك. انا نهضر عن حالتي، لماذا انا انسانه جي اون ديبريسيون لهذه الدرجه اي جاريف با مون ديباغاسي. اول شيء الماضي تاعي، الماضي تاعي ما يقول لك الناس وامي الماضي اللي فات مات ايتو، ولكن انسان فيه اكتئاب حد ينو بورا جامي باسي اوتر شوز، يبقى دائما الماضي تاعو لاصق فيه. انا عن حالتي الحاجه اللي مسببت للاكتئاب الحاد هي الحياه اللي عشتها، الاشياء اللي درتها، الغلط اللي ارتكبته،
المحرمات اللي درتها، نحس روحي إنسانة ما نستاهلش الخير، ما نستاهلش يصراو لي أشياء جميلة في الحياة الواقعية. هذه هي ريبيكا. ريبيكا عندها اون ميزون الناس تحلم تعيش فيها، درك عندها اون في مياخ خير من 1000 إنسان. ربي رزقني بأشياء من أعظم شيء رزقني به الله، وربي شهد عليها وحب الناس. صح، هل ريبيكا سعيدة بكل هذا؟ نقول لكم الصراحة لا، مانيش نقدر نفرح كما الناس، مانيش فرحانة. الفرحة تجيني في ظرف يوم يومين، ثانية ثانيتين، دقيقة دقيقتين، ومن بعد نتفكر بليك فوق ظهري كاين واحد الشيء راكب فوق ظهري من 10 سنين، راكب لي هنا وربطني هنا، وهذا الشيء اسمه الاكتئاب، لا ديبريسيون. انا من النوع تاع الناس اللي قررت اني ما نشوفش الطبيب على جال الاكتئاب هذا بالذات، مع العلم انه انا شفت اطباء نفسانيين بزاف 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 سيغ اوتخو شوز بوغ ايسيي دوبلي ان تي بو الماضي تاعي باش ننسى شويه حوايج درتهم في حياتي ولا مريت بهم في حياتي، كيما الجوع. خاصه الجوع هذه الحاجه اللي مأثره فيا، يعني شوفوا نقدر ننسى كلش الا الجوع، الجوع والعرى والتشرد، هذو ثلاثه حوايج ما بغاوش يخرجوا لي من مخي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما هو الاكتئاب؟ الاكتئاب هو حاله نفسيه تجيك لانك عشت صدمه في حياتك، عشت شيء ما قدرتش تجبد روحك، باقي لاصق فيك هذيك الذكرى باقية. انا نهضر لكم بكلماتي انا، يعني أوكي. انا حبيت نهضر لكم بالكلمات تاعي انا، مانيش غادي نعطيكم دي تيرم ميديكو، يعني لاني انا نهضر بتجربتي، وقالك اسال المجرب ولا تسال الطبيب، نهضر لكم افيك ميمو افيك مي بارول ا مو. فوالا، يعني الاكتئاب انا عن حالي كيفاش جاني، وعندي اكثر من 10 سنين مليك بكري ما كانش عندي الوقت للاكتئاب. نقول لكم الصراحه كانت من كثرة ما كانت حياتي صعبة، وكنت أنا قررت أني نوقف وما نطيحش، ما كانش عندي الوقت نكتئب، ما كانش عندي الوقت نفرح، ما كانش عندي الوقت نبكي، ما كانش عندي الوقت نحزن، ما كانش عندي الوقت حتى حاجة، كان عندي غير الوقت للاكتئاب. سمحولي، كان غير عندي الوقت أني نوقف على رجليا ونحارب ونناضل ناكل الدنيا بسناني كما يقولهاش التونسي. لهذا الشيء اللي كان عندي الوقت فقط. وبعد مرور السنوات 10 سنين 20 سنة 30 سنة، حسيت انه النفسية تاعي النفس تاعي ما بقاتش تتحمل، يعني انا ما بقيتش نقدر نواجه، ما بقيتش نقدر نقاوم. بكل صراحة حطيت الأسلحة. هذا هو الاكتئاب بالنسبة لي انا. وكي حطيت الأسلحة وليت عندي أفكار سوداء اللي هي الانتحار، وحاجة ما تفرحنيش، وأنا ربي ما يحبنيش، وأنا ربي يكرهني، والناس كل هكذا، وأنا يعلش زدت مريضة ايتيمة بتبرى نانانا، وليت إنسانة نبكي ونشكي طول الوقت. هذه الحاجة اللي خلت بزاف من الناس كانوا محيطين بيا أنهم يجبدوا رواحهم عليا. و avec le temps je les comprends mieux. فهمتوني، je comprends وعلاش هادو الناس جبدوا رواحهم، لانهم عياو من حكاياتي. j'étais vraiment nocif pour la santé et le mental des autres. ولكن عمره ما واحد جا عطاني يده وقال لي روحي نعاونك نخرجك من هذا الاكتئاب. اول شيء ما شفتش طبيب باش يعاونني، ثاني شيء المحيط تاعي على بالو بلي كنت مكتئبه، ولكن personne n'a jamais rien fait pour moi. يعني اليوم يوم لليوم مازالني نعاني بالاكتئاب الحاد، ولكن حتى بالزوجة تاعي حتى بالاصدقاء تاعي، تي ستريسي توا تي كوم سا، مي اسكو انسان جرب يفهمني؟ لا، ولا احد في كاع الناس اللي نعرفو، ولا وما نلومهمش يعني باسكو هذا الشيء
tu peux pas blâmer les gens de ne pas te comprendre. Fahmtouni? Hadi hiya. Hada بالنسبة لي أنا. وش هو الاكتئاب بالنسبة لي أنا؟ هي هو ظلمة. دوك نعطيلك صورة الاكتئاب كيفاش نشوف فيها أنا. بالك أنا وياك عندنا نفس الشوفة لهذا الحاجة. الاكتئاب هو حاجة سوداء، حزن، أرق، ترقديش، قلق، فشل، تعب، سماطة، أما حاجة مرة، حاجة ثقيلة، أفكار سوداء، فقدان الأمل كليا، كابوس، وجع راس، شقيقة، ابكى، نواح، يجيبوا لك وش يجيبوا لك، ما تقدريش تفرحي في حياتك. الاكتئاب بالنسبة لي هو الواقع تاعي اليومي. أنا هكذا نشوف الاكتئاب. أنا وصفته لكم. هذا هو بالنسبة لي الاكتئاب. الناس المكتوب، الوضع المعيشي، الحالة الاجتماعية تاعك اللي ما تخليكش تفرح، لونتوراج، اسكو انا سعيدة؟ لا. اسكو انا مكتئبة؟ وي. اليوم نستعرف بلك انا انسانة، جو سوي اون بيرسون ديبريسيف اي سا مبوف دو لانتيريور. هذا الصورة عندي بزاف ما خرجتهاش البارح، خرجتها لكم باش ندير بها اون فيديو. جو بونس كو لو سول غوميد اللي راح يقدر يخرج من الاكتئاب هو اني نرجع للماضي ونرفد هذه البيبي الصغيرة، نحطها في احضاني ونبدل لها كاع المستقبل تاعها، نحضنها، نحبها، نقريها، نوكلها، نلبسها، نحضنها، نعطيها بزاف حب. سمحولي يا فوالا، جي با لابيتود دو بارلي دو سا، إلا شو رونتخي دون، يعني جو مسوي ابروفوندي، دخلت يعني في الموضوع برجليا وبيديا، إي فخوشمون جو با، جو با، سمحولي. على بالي بلي كيوا بوكو دو فام و بوكو دام راح يشوفوا نفسهم فيا، لأنهم يعانون من هذا الشيء، إي لو فون أن سيلونس. وبالك نتوما ثاني تعلمتوا تلبسوا الأقنعة باش ما ديرونجيوش لونتوراج تاعكم، باش ما بوغ با نو فار دو مال فوتر انتوراج، باسكو ما تحبوش تأذيو الناس اللي معاكم. نظن اني مانيش الوحيدة في الدنيا، و سي ديغولاس كو جو في ديا، مي كيلكو باغ سا مغي كونفور، يعني هذه الحاجة عطاتني راحة نفسية، نقول ماشي غير أنا، كاين اللي كيما أنا، اسمح لي يا ربي. فوالا هذه هي كيفاش تقدري تجتنبي هذاك الشعور وتبعدي عليه، تبعديه عليك مؤقتا، باسكو كاين حلول للبنات والرجال، كاين حلول، كاين حلول كيفاش تخفف عليك الألم هذا تاع الاكتئاب. أول حاجة باش نبداوها نقطة بنقطة بنقطة بنقطة، باش ما نديروش حاجة هكا مخلطة، هي أنك ديجا أكبر حاجة، يعني أصعب حاجة، هي أنك تنوضي من الفراش تاعك، وتنوضي من البلاصة اللي راكي فيها، هذيك البلاصة شغل مقر الاكتئاب، قاعدة مكمشة في بلاصة ما كي باغية والو، صايي هاك. هذه هي حياتك، حياتك عبارة
عن هكذا. الحاجه الاولى اوفختيبرا، رفدي رجلك، خلي رجلك يرفدو الكور تاعك، خلي رجلك يرفدوك، بعدي على هذيك التشخنه اللي راكي قاعده فيها، قعدت فيها 3 سنين. حاولي تنوضي من هذيك البلاصه، نوضي نوضي، تقعدي شايكك حاجه تخوف تخوف تخوف. 3 سنين 3 سنين وانا راكده، الماكله ما لقاش باش ناكلها يا الخوت. اول حاجه ديريها باش تتغلبين على الاكتئاب، حاجه الاولى يعني اصعب حاجه، هذه هي الصعيبه كاع، الا قدرتي ديريها ديجا راكي حطيتي رجلك في بلاصه وسمها التفاؤل. يعني الا قدرتي تنوضي من هذيك البلاصه ولا تنوض دو تا بلاص، كاين واحد لو كوان المكتئبين، جو بونس كو اون ا توس سو كوان لا شي نو، هذيك البلاصه اللي ما نحبوش نتحركوا منها، سرير فوتاي قرنيه جو سي با، كاينه هذيك البلاصه نوضي منها. الا قدرت تنوض منها ديجا راك حطيت رجلك في هذيك الكارلاجه، الكارلاجه هذيك اسمها تفاؤل، يعني يا د ليسبوار. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، حاول تلقى روحك اون اكتيفيتي، حاجه تحب ديرها قبل ما تمرض النفسية تاعك، تحب تديرها، تحبي الدين، تحبي القراية، تحبي ان سبور، الرياضة، جو سي با، لو سبور سي ان تري تري بون، سي ان تري تري بون انتي ديبريسور، فوالا، رياضة معينة. حاول هذه الخطوة الثانية، إلا قدرت تمارس حاجة تحبها، الا قدرت انت ولا انت تمارس حاجه تحبها، هذه واسمها الخطوه رقم 2. لازم تروحوا درجه بدرجه. النقطه الثالثه، المحيط، المحيط تاعك يا ولدي، المحيط تاعك راه يلعب واحد الدور. لكل الاولياء الإخوة والأصدقاء، إلى عندكم واحد من النوع هذا اللي راني نهضر عليه في داركم، حاولوا تكونوا معاه لطفاء، ما تسيفوش عليه يدير الحاجة، حاولوا تفهموه، حاولوا تكونوا معاه لطفاء بليز. المحيط تاعك، الأصدقاء، ولاد العم، ولاد الخال، الأم، الأب، الإخوة، ولاد الخوت، هادو راهم يلعبوا واحد الدور فعال جدا فعال جدا فعال جدا فصح. الناس اللي عندهم اون ديبريسيون، كي تشوف واحد قاعد في البلاصه تقول يا نوض نتايا، وتبداو ديروا في هذيك صايم، خلاص الزمان تبدل، الامراض النفسيه كثرت، التلفزيون، لا في كوتيديان، لا بوفرتي، قد ما نهضر اوف، راني نهضر من قلبي يا ناس. الوغ المحيط تاعك انت ايها المكتئب، غربل المحيط تاعك، خاصة الاصدقاء، ما تمشيش مع واحد يحكي لك المشاكل، واحد اون بلان ديبريسيون ويجيو يحكيو له سي برو، يجيو يحكيو له لي بروبليم، سي اكزاكتومون سو كو جي فيكو، وانا نفسيتي ما تقدرش المشاكل، ما نقدرش نستوعب، وناس يقولك عادي تخمم غير على روحها، مانيش نخمم على روحي، انا مريضه، جو سوي مالاد، نفسيتي زق، كيفاش نسمع لي بروبليم تاعك، انا نحبه واحد يضحكني. فهمتو ولا ما فهمتوش؟ المحيط ديالك غربلو، الانسان اللي يجيب لك ايجابيه جيبو، اللي يجيب لك سلبيه ماشي ترميه، انساه، فاس، بدل النيميرو، ارمي عليك. هذه النقطة ثلاثة. النقطة ثلاثة جو بونس كو سي لو لا شوز لا بلو فيك، لا بلو ديغولاس، اللي راح نطلب منكم ديروها، حاجة مش مليحة بصح تداوي، تنسي وتخفف النفاق مع نفسك، ماشي مع الناس.
لازم تولي منافق. انا راني لاباس، تكذب على روحك. انا راني بيا. وش راك؟ سافا؟ وش راهم داركم؟ نتمنى. النفاق، الابتسامة الزائفة، الوجه الذي ليس وجهك. Et avec le temps, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est récemment, je suis une personne vraiment encore dépressive. Tellement que tu as un peu de temps, 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 tu vas le sentir منين داك تحس بلي الدنيا بخير وتفرح والشغل ما عندك والو ومنين داك تجيك هذيك لا ديبريسيون ولكن تالمون تكون معود متعود على الكذب على نفسك تفوت ثم ثم هذيك تجيك شغل اون ديبريم وهي سي با اون ديبريم ان فيت سي لا ديبريسيون كي ايساي دو روبروندر لو دوسو تاع الديبريسيون تعاود تسيي تطلع فوق ظهرك بصح انت لابس قناع هذاك القناع راح يحجبك سي لا بيغ فيغيتي بيرسون بوغا مو دير لو كونترير واضعف الايمان وما تنساش ما تنساوش انكم يكون في المحيط تاعكم انسان ثق فيه وتقدر تهدر معاه على هذا الشيء على شرط انه هذا الانسان يكون سوي في راسه ما عندوش مشاكل نفسيه ولا بدنيه ولا يعني حياته ما شاء الله ناجح واصل فرحان يخاف ربي هذاك الانسان تقدر تحكي له حياتك راح يخفف عليك يخفف ما تحكيش حياتك لنامبورتو كي انا جو سوي كوم سا كوم سا ترى الناس ما بتفهم قودي علي انت يا بحكاياتك جاوب راه اكثر منك الحوار سينون قلت لكم اضعف الايمان انك تشوف طبيب نفسي تهدر معاه جي جامي كومبري لو كونسيبت تاع لو بسيكاتر ولا تاع لو بسيكولوج و جو نو سوي با كالكان لي تعرف خير من البسيكاتر ولا البسيكولوج وما قاريين انا مانيش قاريه بصح غاكونتي ما في ا كالكان كو جو نو كوني با نحكي حياتي الانسان ما نعرفوش وما نثقش فيه بالنسبه لي انا لا استطيع انا نهضر عن نفسي انا كانسان ما في لا يمكنني جو نو بو با جو نو بو با جو نو فو با جو ناكسبت با نيت نهي نهي كوتش نهي لا الوغ اضعف الايمان انك تشوف طبيب نفسي وتعالج نفسك بالأدوية الحاجة اللي ما ننصحهاش إطلاقا لأنك راح تكون مخذر وهذيك الحاجة راه غير في سبات ماكش تحارب يعني ما تخرجش القوة تاعك تقدر تعيش بلا دواء يوميا كما راني عايشة أنا وغيري بزاف on rigole pour donner le sourire aux autres on fait semblant pour oublier خير من تاكل الدواء تولي عايش في عالم واحد اخر وكي تحبس هذاك الدواء تعاود تولي للتشخنه تاعك وتتكمش هذا هو الاكتئاب البنات والاكتئاب راه حاجه والرجال طبعا راه حاجه صعيبه صعيبه بالبزاف يعني سي توت اون سيونس سي توت يعني انا صغيره قد القطره في قد قطره في وسط البحر في العلم هذا تاع توسكي بسيشيك فوالا انا هضرت لكم بصفتي انسانه مريضه بالاكتئاب وعانيت من الاكتئاب وراني نعاني منه اليومين هذا وكيفاش خففت على روحي وكي قلت لك 1 2 3 انا هذو هما الحوايج اللي راهم يعاونوا فيا شويه اي انسان راه يمر مراحل ماهيش مليحه في حياته نقولوا اصبر نقولوا شد في ربي وهذه غير فترة صعيبة في حياتك ونهار ويجيك الخير أنا نقول لك علاش يجيك الخير باسكو ربي يحبك هذه الحاجة الأولى وباش ربي يحاسبك باسكو ما يقدرش أنت طول حياتك في الظلم بعد يجي يزيد يقول لك لا تروح للنار هذه وسمها حقرة وربي ما هوش حقار ربي ما هوش حقار
ما يعيشكش في الألم والوجع والفقر والقهر بس وبعد يقول لك آية مكانك في جهنم، ويلي حياتي جهنم ونزيد جهنم، لا هذا ظلم. يعني يجي نهار من ربي يرزقك باش يقدر يحاسبك، يعني هو يقدر يحاسبك في كل الحالات، يحطك بيان باش يشوفك إلا تتفكروا ولا لا لا. أوكي، نهار سكنت في الدار هذه راكم تشوفوا فيها أني خايفة من هذا الشيء، وهذا الشيء زاد اكتئابا على اكتئاب. نخاف نغلط، نخاف وليت نراجع نفسي مليون مرة في الليل قبل ما نرقد. كنت نرقد شوية هانية شوية هانية، دركا هاك نرقد هاك. هذه هي essayez de vous instruire، حلوا مخ تاعكم، حلوا المخ تاعكم على الأشياء اللي راها صارية في الدنيا، وبعدوا على كل حاجة تزيد لكم اكتئاب. Et je vous aime beaucoup, je vous envoie beaucoup d'ondes positives. Je vous aime. وكل إنسان عنده هذا المرض النفسي اللي هو سرطان النفس، ربي يشفيني ويشفيك.